في مركز الإعداد الأولمبي بالعاصمة الأردنية عمان، يوجه الرياضي والشاب زياد عشيش اللكمات لشريكه خلال التدريب، إذ يستعد لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس. نعم، وأصبح تصدر عشيش في الآونة الأخيرة التصنيف العالمي للملاكمة مصدر إلهام له للوصول إلى الأولمبياد للمرة الثانية ومحاولة انتزاع ميدالية هذه المرة. أول شيء الحمد لله رب العالمين، إنجاز ما كانش سهل، إنجاز تصنيف أول عالم وذهبية الحزام الذهبي اللي حصلت عليهن، هن هذول مش إنجاز يعني بالسهل الواحد بحقه. تعبت كثير، اجتهدت في تمريني، تمرنت مع مدربي، والحمد لله رب العالمين إني قدرت إني أصل لهي المرحلة. إحساس كثير حلو من بين 7 مليار تكون انت عليهم رقم واحد، يعني تخيل شعور، يعني بديش احكي لك. بصراحة كنت وانا صغير شوي حرك وزي ما بيحكون مشكلتي، فأبوي بعثني على نادي عند عمي عشان افضي طاقتي واخف من المشاكل اللي بعملها. روحت عجبتني الشغلة وظلتني مستمر فيها بصراحة. وبعدين الناس اللي بيحبون الفرحانين أكثر مني، ويعني ومبسوطين، وهذا يعني فخر لي. وفي ناس كثير حبت لعبة الملاكمة من بعد ما انا تصنفت، وهذا وحبوا انه يجربوه. ناس كثير بعثت لي على السوشيال ميديا وحابين انهم يتدربوا، وناس بعثت لي ان انا ادربهم، بس يعني زي ما بتعرف ان انا بس بتدرب. وينضم إلينا من عمان زياد عشيش الملاكم الأردني المصنف الأول عالميا. صباح الخير زياد. زياد يعني يسعد صباحكم. صباح الخير زياد. لنبدأ من الشعور يعني الذي انتابك عندما سمعت خبر تصنيفك الأول عالميا عن فئة يعني 71 كيلوغرام. صراحة الشعور كان كثير حلو انه انا اتصنف اول عالم، وبكون اول اردني بتصنف اول عالم، وهاي بصراحه مش اول مره بتصنف في اول عالم، هاي المره الثانيه. بال 2021 صنفت اول عالم، وبال 2023 صنفت اول عالم، وانا بكون اول اردني بتصنف بهذا التصنيف اللي بتصنف فيه اول عالم، وهذا الشعور كان كثير حلو، يعني انه اكون انا اول اردني وكمان بلعبه الرياضه، فهذا يعني شعور حلو كان لي وللناس اللي بتحبني. زياد، بدون شك هذا التصنيف الثاني كما ذكرت في فئة 71 كيلوغرام جاء بعد سلسلة من الإنجازات من التعب، حدثنا عن هذه المرحلة. بصراحة العام الماضي شاركنا بطولات كثير، وبطولات كانت كثير قوية وتصنيفية، منها بطولة العالم وبطولة آسيا وبطولة حزام الذهب اللي صارت الأخير اللي صارت بمراكش بالمغرب. كل هذول كانوا هم مساهمين معي إنه أتصنف التصنيف هذا. عسكرنا كثير، تدربنا، اجتهدنا، والحمد لله ربنا يعني وفقنا في هذا المشوار. طيب كيف يبدو يوم في حياة زياد التدريبية؟ والله أنا بتدرب كل يوم تقريبا 5 ساعات، وأمرات 5 ساعات ونص تقريبا، بتدرب 2:30 الصبح وساعتين 2:30 الصبح، والمساء بتدرب تقريبا 3 ساعات. يكون عندي تمرين الصبح اعداد بدني،
والمساء بتدرب فيه اللي هو بوكس. فالحقيقة يعني يومي كله بكون بالتمرين بصراحة. هل هناك شريك معين يعني تتدرب معه بشكل متكرر أم أنهم يعني يختلفون من يوم إلى الآخر؟ هسه هو الصراحة هم بيختلفوا، بس أنا عندي يعني شريك اللي هو مميز عندي، بحب أضل أتدرب معاه وهو بيساعدني كثير، هو حسين. حسين أخوي هو أكبر مني وعنده خبرة أكثر مني، فأنا بتدرب معاه كثير، فهو بيساعدنا على التمرين وبعلمنا حركات الجديدة طبعا، وبنستفيد مع بعض أكيد. زياد تتصدر التصنيف العالمي، ولكن عينك نصب أولمبياد باريس المقبل. بدون شك أنت تتحضر لهذا الحدث العالمي المهم، كيف تتحضر؟ حذرنا أو حدثنا عفوا عن أجواء التحضيرات لهذه البطولة المهمة وعن طموحك فيها. هسه الصراحة المدرب تبعنا حط لنا خطة كمان كثير قوية، راح نشتغل عليها وراح نبلش تحضيرات، لأنه راح تبلش محطة التأهيل إن شاء الله بشهر 9 بالصين بالألعاب الآسيوية، منها راح تنطلق التأهيلات للأولمبياد باريس إن شاء الله. طموحي المرة الماضية طلعت بس ما توفقت إني أجيب فيها ميدالية، المرة هاي إن شاء الله طالع، وما فيش في معي نية إني أروح من غير الله أكون معي ميدالية إن شاء الله، لأنه طموحي أنا كبير ولازم إني أجيب ميدالية عشان أصير من الملاكمين اللي هم الأساطير بالعالم. طيب زياد، أنت تشارك في فئة 71 كيلوغرام، كما قلنا يعني ما مدى أهمية المحافظة على وزنك على ما هو عليه، وكيف تقوم بذلك؟ يعني هل تتبع حمية يعني غذائية معينة عفوا؟ اكيد طبعا انا عندي اخصائي تغذيه وهو اللي ماسك لي الامور هاي، هو اللي بيساعدني، يعني باكل اكل معين واكل صحي، واكيد اني ما بقدر اني اطلع وزني اكثر من هيك، لانه اذا بروح على مباراه وبكون وزني زايد راح اخسر المباراه وما راح العبها. لازم يكون وزني 71 بالضبط، يعني اذا كان 71 و100 غرام انا بخسر المباراه، ما بقدر اطلع على المباراه. فأخصائي التغذية هو مساعدني على محافظة على وزني. المخرج يريد الاستفسار إن كنت تأكل منسف. أكيد باكل منسف، بس إنه مش أوقات معينة، يعني مش دائما، نعم يعني لما يكون أنا عندي بطولة ما بقدر أكل، يعني بقعد بالأشهر إني ما أكل، بس بالأيام العادية لما ما يكون عندي بطولة أكيد باكل، مثلا مرة بالأسبوع مرة بس، مش إنه أكثر من هيك. طيب. زياد، تبوؤك لهذه المكانة العالمية هل يعكس بنظرك تطورا في رياضة الملاكمة في الأردن، أم هو اجتهاد خاص يخصك أنت؟ بصراحة هي الملاكمة بالأردن بلشت تتطور وبلش يبين عليها التطور، والكل لاحظ الفترة الأخيرة إنه الملاكمة الأردنية بلشت تتطور، بس بصراحة كمان هذا اجتهاد خاص، أنا اشتغلت على حالي كثير، أنا ما يعني لما يكون عندنا في ريست أو راحة أنا ما كنت أرتاح، أنا كنت أظن أتدرب علشان أكون بطل في يوم من الأيام، الحمد لله قدرت أكون مصنف أول عالم، ظل علي إن شاء الله إني أجيب ذهبية بالأولمبياد باريس إن شاء الله. طب زياد، يعني هل هناك أي صعوبات تواجهك يعني خلال التدريب أو خلال مسيرتك بشكل عام؟ أكيد أي رياضي بالعالم بيواجه صعوبات، وصعوبات كثيرة، يعني بالتدريب يعني الحمد لله يعني أنا موفر له كل شيء بالتدريب، عندنا مركز إعداد أولمبي، مركز إعداد أولمبي موفر له كل شيء ومساهم يعني معنا، ويعني ما في شيء ناقصنا وكل المعدات موفرة لنا، وهذا شيء كويس وبساعد على إنه نحقق إنجازات كثير. نعم زياد عشيش، كنت معنا من عمان، طبعا الملاكم رقم 1 في العالم في وزن 71 كيلوغرام، ونتمنى لك يعني طبعا الحصول على الميدالية في الأولمبياد هذه المرة.